أهلا بكم مستمعينا، نستمر في إنجازات مجتمع الجامعة الأردنية، ومن إنجازات الطلبة ننتقل إلى إنجازات الكادر الأكاديمي، حيث أصدرت دار أمواج للنشر والتوزيع الأعمال القصصية الكاملة للأديبة الدكتورة سناء الشعلان في 3 مجلدات ضخمة احتوت على المنجز القصصي كاملا لها، بعد أن صدر سابقا بطبيعة الحال في طبعات منشورة مستقلة. هذه المجموعات هي أكاذيب النساء 2019، والذي سرق نجم 2015، وتقاسيم الفلسطيني 2015، وحدث ذات جدار 2015 أيضا، وتراتيل الماء 2010، وأرض الحكاية 2006، والكابوس أيضا في ذات السنة، ومقامات الاحتراق أيضا في ذات العام، وناسك الصومعة أيضا 2006، وقافلة العطش 2006، والهروب إلى آخر الدنيا، ومذكرات رضيعة أيضا في العام 2006. للحديث عن هذه الأعمال الكاملة تنضم إلي عبر هاتف البرنامج الدكتورة سناء الشعلان. مساء الخير دكتورة سناء، أهلا بك في برج ساعة، ومبارك هذا الإنجاز. مساء الورد صديقنا الروائي الإذاعي الجميل أستاذ عثمان، مساءكم بكل خير. مساءك سعيد ستي، وليس بغريب عنك يعني هذا الإنجاز الأدبي. يعني الحمد لله، يعني خطوة جميلة، ويعني نقدم ما نحاول، أن أعتقد أنه أفضل شيء، وإن شاء الله التوفيق والله سبحانه. إن شاء الله. دكتورة، يعني السؤال التقليدي، لماذا يلجأ الكاتب إلى طباعة أعماله في مجاميع أو في مجلدات كاملة؟ هي الفكرة يعني كانت بطرح من الدار، لكن يعني راقتني جدا. جرت بعض العادة، ولا أعرف لماذا هي استقرت الأبيات، أن لا نجمع الأعمال إلا بعد موت الكاتب. بعد موت الكاتب؟ لا بعيد الشر دكتورة. بعد عمر طويل يعني بتنياكي. وحتى الكثيرون يعني سألوني دكتورة طيب هذا بنجمع بعد الموت، فأجبت لا، احنا بنحب انه يكون في اهتمام بالكاتب يعني قبل ما يرحل الى دار الآخرة، بنحب انه نكرمه دائما وابدا. انا عندي قناعة استاذ عثمان انه الادب يجب ان يجمع بحياة المبدع، ليس بعد كما يعتقد صحيح كثيرون، لأنه كثير من المبدعين ضاع أدبهم لأنه لم يجمع، وكانت يعني حاله أو لسان حالهم أنه سوف يجمع فيما بعد ويقوم الآخرون بجمع، هذا لا يحدث يعني. ولذلك يعني جمعه يكون تقديم لصورتك، وكأنك تجمع إرثك يعني بكل بساطة. يعني لماذا نحن نعتقد أن الإرث الأدبي هو واجب على الآخرين، بينما الإرث المادي أو المعنوي هو حقك أنت فقط. نعم. ولذلك أنا كنت يعني الحقيقة هو يعني من هذا المنظر أقول أيضا أن هناك سيكون في القريب أيضا جمع أعمالي النثرية، كما تم قبل تقريبا الصيف الماضي جمع أعمالي المسرحية، كنت حريصة أن تجمع هذه الأعمال بشكل كامل. نعم دكتورة، ثقافة جمع الأعمال مثلا، هل باستطاعة الكاتب أنه مثلا يحذف منها أو يضيف أو ينشر اللي هو حابه فيها، ولا لازم يعني نتقيد بكل الأعمال اللي نشرت حتى لو ما كان حابها الكاتب وندخلها بالأعمال؟ هو طالما يقول أنها كاملة هو يجب أن يفترض أنه لازم يكون في مصداقية. نعم، يعني ليس من حقه أن يعدل، وليس من حقه أن يضيف على المتن مثلا، لكن إن قرر يجمعها ويدققها أو يضيف عليها مثلا، أنا أضفت بيبلوغرافيا تحت النصوص لمن يريد أن يبحث عن التفاصيل، بدل أن يبحث عنها أين نشرت وفين النشر أساعده بأين هي، لكن ليس من حقك طالما أنت أعلنت بمصداقية أنها أعمال كاملة أن تكون أعمال منقوصة. لا تقول أعمال منقوصة كاملة، إذا أكتب أعمال مختارة ونحترم قرارك. نعم. لكن إذا قررت أنها أعمال كاملة إذا يجب أن تكون صادقا فيما تقول. طب دكتورة، يعني ممكن من خلال حديثنا معك ونستغل وجودك معنا عبر هاتف البرنامج نتطرق لموضوع القصة القصيرة. يعني الآن عندك تقريبا ما بعرف يمكن 12-13، ما بعرف كم كانت المجاميع الموجودة بال المجاميع 12، ولكن في مجموعتين هما صدرتان بأسماء مختلفة، وجمعناهم يعني أثبت المتن وأشرنا أن هذا المتن يخص المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية. طيب الآن ما هو يعني واقع القصة القصيرة الأردنية تحديدا وأنت يعني كاتبة قصة؟ لا، أنا سأتكلم من رأي نقدي، يعني ماذا نقول كابتن نقدي عندما ندرس القصة القصيرة، وماذا يقول الآخر من النقاد، يعني ماذا الآخر؟ الواقع القصصي في الأردن متقدم حقيقة كما ونوعا. متقدم؟ نعم نعم، جميل. يعني حتى هاي نظرة تفاؤلية.
هذه النظره نقديه يعني، حتى الكتاب لما نذهب للمؤتمرات في مصر او في اي بلد او في العراق دائما يشيدون الى يشيدون بالتجربه القصصيه متقدمه نوعا وكما. والاردنيون القصاصون بالتحديد يعني بنفهم الدكتور كانوا من اوائل من عملوا على حركات التجريف في السبعينات، يعني كان عندهم جرأة ان يكسروا الشكل التقليدي المعروف. وهذا اذا استعرضنا ما نجدهم يعني هناك اقبال على هذا. هذا طبعا الاقبال لا ينفي وجود اعمال يعني تسقط بظل وضعيفه يعني صحيح. هو ميدان ولكل حق لكل عمل صحيح. حق ان يعيش، والاعمال هي مثل الارواح يعني لا تستطيع ان تقرر انها لا تستحق الحياه او الخلقه، هي مخلوقه وتعيش حياه طبيعيه، اما ان تشتهر اما ان تموت اما ان تعمر، يعني كائن كامل مولود بشكل كامل. طبعا والراي النقدي غير عن الراي الانطباعي وراي الجمهور، يمكن الحديث يطول في هذا الشأن. طيب دكتورة، الآن ترجمة القصص القصيرة تحديدا في الأردن، كيف بتشوفي واقع الترجمة؟ يعني احنا بنقدم منتجنا الأدبي للعرب خلينا نحكي، ولكن العالم يعني وهذا لا يكفي الحقيقة. يعني الترجمة تحتاج إلى واحد من اثنين أو كليهما، إما أن تكون البلد التي لها المنتج العربي تصدر، بمعنى مثلا الإمارات عندها بعض المشاريع الإنتاجية ترجمة تصرف عليها ميزانيات عملاقة بشكل رسمي بشكل رسمي طبعا جميل. يعني برنامج كلمة والترجمة يعني معروفة للجميع يعني تسر الأمر، وبالتالي المبدع الإماراتي قدم عالميا أكثر من عربيا لأنه مستعد أن يدفع. أما الجهات اللي ما يوجد جهة رسمية يصبح هنا الثقل على الجهة الأخرى وهي المبدع نفسه، والحقيقة مش دائما المبدع يقدم نفسه. يعني يمكن دكتورة ما بعرف لأن الوقت أدركنا، يمكن المبدع يعني شكرا له لما يكتب ويطبع المجموعة القصصية بيعاني كثير لسه في الخطوة الأولى، ما بالك لسه بالترجمة والتسويق لأعماله كمان. يعني أنا مثلا أحب أن أترجم لغة الإيطالية لكن لا أعرف الإيطالية ولا أعرف مترجم الواقع، وبالتالي دائما نقول أن الترجمة في كل العصور بداية من عصر هارون الرشيد وبيت الحكمة حتى هذه اللحظة الترجمة يجب أن تكون مسؤولية دولية دولة لا يستطيع الأفراد أن يقوموا بها لأنها كما تعرف مكلفة. نعم مكلفة جدا وتحتاج علاقات وتحتاج يعني هي مشروع بحد ذاته يعني الكاتب بكتب وبنشر يعني شكرا له، ولكن عملية الترجمة وحتى تسويق الكتاب يعني مش من بالضبط. ولذلك لما يعني ما بلغنا من الأثر لما صدق القصة لكن هذا مؤثرة لما كان يقال في عصر هارون الرشيد صار فتنة كانت تضع وزن الكتاب ذهب المترجم، هذا ليس عبث صحيح صحيح لانه ولولا هذا المشروع الحضاري صحيح ما انتقلت العلوم الاولى للعصر الوسيط صحيح. ويمكن دكتوره اذا بتأيديني يمكن لو احنا بس نتمكن من نشر المنجز الادبي للغه الانجليزيه بعدين بتهافت عليه يمكن المترجمين من لغات اخرى لان هي لغه عالميه يحتاج مال ويحتاج مسؤوليه رسميه صحيح. دكتورة يمكن في حلقة أخرى نتحدث بهذا الشأن مطول معك، ولكن اليوم حبينا نبارك لك صدور الأعمال الكاملة ونتمنى لك مزيد من التألق. أشكرك روائيا جميل الله يسعدك. شكرا لك دكتورة سناء الشعلان وإلى اللقاء.